صباح الخير، من جريتي لي يسعدنا أن ألتقي بكم مرة ثانية في حلقة من حلقاتنا المعتادة. والنهاردة طبعا بتيجي بعد تتويج الزمالك بالدوري الـ14 في تاريخه، بعد دوري صعب طبعا، دوري زي ما بيقولوا تاريخي. ليه؟ لأن طبعا بعد الأحداث ووقف القيد والمشاكل وكل ده، وفريق يقدر يصمد كده، كان في نقطة تحول يمكن أنا اتكلمت عليها في مباراة معينة وهقول لكم فكرت بيها دلوقتي. وأنا قلت يوميها إن اليوم ده هيكون يوم تحول في تاريخ نادي الزمالك وتحول في مسيرة نادي الزمالك. الفكرة كلها إن زي ما بيتقال دايماً، لو اخترت إن أنت تقرر هتعمل إيه وتصمد وتوصل للهدف بتاعك، ده هو ده المطلوب. يعني إحنا لما توقف في الخيط فترتين ما عندكش لعيبة، ما غيرتش لعيبة، بل بالعكس ده انت سبت بعض اللعيبه، فما كانش حد متعشم ان هيكون فيه انجازات يعني. انما اللي بيتقال لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، ده ماشي مع نادي الزمالك. يعني ما كانش حد يتخيل، وكان الكل بيتوقع ان وقت الفيل ده هيكون كاس، ولكن اللعيبه خدوها بطريقه جد، اللعيبه قدروا ان هم يحققوا اللي بيتقال لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، وفعلا هم اختاروا الواقع وقدروا يمشوا، ورب ذرة نافعة زي ما بيقولوا. ف هقول لكم افكركم اولا احب اهني، قبل ما اتكلم في المواضيع اللي هنتكلم فيها، احب اهني اولا جمهور نادي الزمالك اللي هو صمد في ظهر لاعبي نادي الزمالك ولم يسمح لاي حد سواء مسؤول او غيره ان هو يسب ويلعن في اللعيبه ويفقد الثقه في اللعيبه. وعلى كل الناس اللي وقفوا مع المسؤولين ضد اللعيبه ان يتنحوا، وانا مش هوجه لهم التهنئه بالفوز بالدوري لان لا يستحقوا التهنئه بالفوز، لان اللي يستحق التهنئه هو اللي صمد وقرر زي قناة الجريء وزي متابعي قناة الجريء، وصمد وقرر إنه يقف في ظهر اللعيبة لأن هم اللي هيعملوا الإنجاز. رغم الشباب ومهاجمة اللعيبة وتصفية لجان فاشلة تهاجمهم وتشتمهم والكلام ده كله، إحنا كنا واقفين في ظهر لعيبة نادي الزمالك، واثقين منهم، واثقين إن هم على قدر المسؤولية. انما بقى اللي واقف مع رئيس نادي ولا مدير كوره ولا غيره يقول على اللعيبه عاهات، والبهوات بتوع القنوات وخاصه قناه النادي، والنهارده هقول اساميهم، طارق يحيى على الغندور، على الجدع اللي هو كان وقتها بيشتغل في قناه الهجر دي وكان برضه بيهاجم في اللعيبه، وكلهم دول، كل دول بما فيهم فاروق جعفر، ايمن يونس، كل دول كانوا بيقولوا اللعيبه دي لا تستحق ترتدي فانيله الزمالك، لان كل دول كانوا بياخدوا تعليمات بالكلام ده، وكل دول كانوا متوقعين ان الفريق السفينه تغرق، وكانوا بينطوا منها ونطوا منها، ولما لقوا سفينه غصب عنهم في قائد جه فرد الاشرعه وجري بسرعه 60 عقده في البحر وبدأ وأنقذ السفينة، نطوا تاني في السفينة عشان ياخدوا الحدث لصالحهم. طبعا هم ما لهمش أي إنجاز في الموضوع ده. وأنا فاكر إن أنا في مباراة اللي هي تعتبر آخر مباراة الزمالك انهزم وبعديها ما انهزمش نهائي، كانت أعتقد مباراة طلائع الجيش، وأنا قلت يوميها لما الجمهور كان طول المباراة بيشتم، وكان المباراة اللي قبلها بيشتم وبعديها برضه كان بيشتم، لغاية لما لقوا إن يعني الشتيمة ما لهاش، مش جايبة نتيجة واللعيبة ماشية في طريقها، فانصلح حالهم. إنما اليوم ده أنا فاكر إن كانوا بيتشتموا بطريقة غريبة،
وكان طبعا ايامها انتوا عارفين كان بياخدوهم شله 300 واحد ولا 500 واحد، ما كانش بيدخل جمهور يعني، وطبعا متوفيين كلهم، ومحدش يقول لي ما كانوش متوفيين. كان اللي حصل ايه؟ ان فيريرا، وانا قلتها يوميها ان اليوم ده هيكون يوم تحول في مسيره نادي الزمالك، وكنا بنذيع المباراه. فيريرا بعد الهزيمه والشتيمه اللي بتتقال خد ايده في ايد اللعيبه فاكرين، ولمهم كلهم وراحوا للجمهور اللي بيشتمهم وحيوا الجمهور واعتذروا له، احرج الجماهير الابيضه اللي كانت بتشتم واضطروا ان هم يشجعوا الفريق. لكن طبعا بعد كده في المباريات المختلفه اللي بعد كده كان طبعا الاداء مش مظبوط والفوز بصعوبه، فكان برضه بيشتموا في اللعيبه لغايه طبعا ما احرجوا نهائي وبدات تدخل الجماهير الحقيقيه. فهنا استفاد الفريق من الجمهور الحقيقي، وهنا الموقف ده بيحصل في كل العالم وعادي بالنسبه لنا يعني هنا. انما كان بالنسبه لي، بالنسبه للرياضه المصريه، شيء غريب. المدرب بعد الهزيمه وبيتشتمه وخد اللعيبه وراح حيا الجمهور، وكانت هنا نقطه التحول. واعتقد اليوم ده انا قلت من النهارده هيتغير مسار الفريق، وفعلا لم يهزم الفريق من اليوم ده حتى اليوم. تعادلين فقط في حوالي 18 مباراة. فكان الإنجاز اللي حققه الفريق انطلق من اليوم ده. أحرج الجماهير، إدى الثقة للعيبة إن أنا واثق فيكم، وروحوا اعتذروا ودعالوا، ومن يوميها لم يهزم الزمالك. خسر 4 نقاط فقط. طبعا المباراة بتاعت إمبارح بفعل فاعل معروفه، والمباراه اللي بتاعت الاهلي اللي اتعادل برضه كان المفروض يفوز فيها. وامبارح كان مصمم الحكم السيء ده، واعتقد بقى مستر مارك لازم يشوف له شرفه مع الراجل ده وما نشوفوش في الملاعب تاني يعني، لان ما عندوش ضمير. فمن اليوم ده حصل التحول في فريق نادي الزمالك. ما يطلعليش بقى زي ابن رئيس النادي اللي تفتكره مش عارف موسى يطلع فرعون، الاستاذ احمد، يقول لك القرار اللي كان سبب في تتويج نادي الزمالك هو ان احنا ما جددناش اللعيبه. تخيلوا بيقول ايه؟ يعني انت ما جددتش للعيبه، واللعيبه دي اللي ما تجددلهاش اشتغلت ببلاش يعني، وعارفه مش هيجدد لها، خافت منك يعني مثلا؟ لا، مش انتوا والقرار ده، القرار ده كان خاطئ. انما كان فيريرا اللي لم اللعيبه وبعدهم عنكم. وزي ما قال الكابتن الكبير حسن شحاته، ان ميزه فيريرا واللي نجحه انه بيشتغل من دماغه، لا سمع كلام رئيس النادي ولا ابن رئيس النادي. ودي راحت مزعله مزعلاه، وطلع يسب ويلعن في كابتن من كمات النادي الزمالك ولاعيب اسطوره زي حسن شحاته. انا طبعا انتوا عارفين ان انا ما اعترفش ان في رموز في نادي الزمالك، رموز نادي الزمالك ما فيش، انما نجوم فيه كانوا انجزوا مع نادي الزمالك، انجزوا مع منتخب مصر، لازم يحترموا. وهل هو قال كذب؟ هل حضرتك قدرت تتدخل في كلام في شؤون الكوتش، ولا ابنك قدر يتدخل في شؤون الكوتش؟ ما هي دي حقيقة، هو قال الراجل قال كده، ما الناس كلها عارفة. هل ابنك قدر يقعد على الدكة جنب اللعيبة؟ كان اللعيبة والجهاز الفني والإداري والجهاز الطبي بس، ما حدش يقدر يقعد على الدكة جنب غيره. وده اللي نجحه. لو كان مدرب مصري ودني بيسمع بقى الرئيس النادي والمدير الكوره، ما تلعبش ده زي ما قالوا في الاول 2003، العهد دي مش هيلعبوا، هنجمدهم. ولا سأل، ولا سأل. مش انجازاتكم يا استاذ احمد، لو عليكم كانت غرقت المركز، وانتوا لما لقيتوها ما بتغرقش، دلوقتي بتنطوا فيها عشان تاخدوا من التورته حته، انما التورته ياخدها الجمهور الوافي فقط اللي ما سمعش كلامكم وشتم، وياخدها الابطال اللي هقول اساميهم. كابتن شيكابالا الاسطوره، كابتن نادي الزمالك، كابتن حازم امام مبروك، كابتن
محمد عبد الشافي مبروك، كابتن اوباما مبروك، كابتن مسلوسي مبروك، كابتن محمود علاء مبروك، كابتن وينش مبروك، كابتن محمد عبد الغني مبروك، كابتن محمد عبد الشافي مبروك، كابتن فتوح، كابتن عبد الله جمعه، كابتن محمد رؤى، كابتن اسلام جابر، كابتن امام عاشور، كابتن زيزو، كابتن عمر السعيد، كابتن اسلام جابر، كابتن سيف الدين الجزيري، كابتن طارق حامد، كابتن محمد ابو جبل غصب عنكم من كباتن الفريق، كابتن شيشي، كابتن محمد ونجم، والكابتن الكبير واللاعب الكبير اشرف بن شرقي، والنجوم الشباب محمد طارق، سيد نيمار، سيف جعفر، يوسف، اسامه نبيل، اللاعب الكبير اللي كان عنده اخطاء وتعدلت واصبح مدافع قوي، حسام عبد الغني والمرشح يلعب في المنتخب الكبير كمان، الكابتن الكبير اللي لا يمكن انساه ايمن حفني اللي هيطفشوه، معلش انما كابتن من كباتن نادي الزمالك ايمن حفني ولاعب كبير، كل دول بالاضافه للجهاز الفني بقياده البروفيسور فريرا والجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، هم دول اللي أنا بقدمهم التحية وبهنيهم بالفوز ببطولة الدوري، وأتعشم إن أنا ما كنتش نسيت أي لاعب سواء من الكبار أو من الجدد. هم دول اللي نقدم لهم التهنئة ونقدم لهم التحية على مجهودهم، وبالذات لقائد السفينة الحقيقي بريرا، هو اللي قاد السفينة والباقي كانوا هيغرقوها، والباقي كانوا فاكرين انها هتغرق، هو اللي كان واثق وعنده ثقه في لعيبته وقال لهم كلكم هتاخدوا الفرصه وكلكم عندي مهمين، وفضل طول البطوله يقول ما تجيبوش سيره تعاقدات جديده ويطلعوا المسؤولين الكبار يجيبوا سيره، لا يوميا تعاقدنا مع مش عارف مين وتعاقدنا مع مين، ولكن المدرب قفل على لعيبته ومنع ان هم يوصل لهم الاحباط وشجعهم، وفي النهاية كان النجاح الراجل في شهور قليلة عاز على البطولتين اللي كانوا موجودين في البلد، الكأس القديم وبطولة الدوري، هو ده الإنجاز الصحيح، وهو ده البروفيسور، وهو ده صاحب الإنجاز الوحيد، لم اللعيبة نساهم كل الشتائم اللي بتتقال لهم، نساهم كل الهجوم اللي بيتهاجم عليهم، نساهم إنهم عالة وإنهم لعيبه لا يصلحوا لتيشيرت نادي الزمالك، واكثر او كل يعني 90% 99% من كل نجوم نادي الزمالك القدام بما فيهم اللي مذيع واللي مش عارف ايه اساءوا لاعضاء الفريق ده، ولكن بعون الله بفضل الله وفضل تكفيل البروفيسور عليهم وحوط عليهم وحماهم من ادارتهم ما كانش وصل للمستوى ده وخد البطوله، بل كان بالعكس لو سمع الكلام ولعب ب 2003 والكلام الفارغ ده كله كان زمانه دلوقتي بينافس على الهبوط. شفتوا الفرق لما يكون راجل عنده شخصيه وقوي وما يسمعش لناس ما يعرفوش عن الكوره حاجه، وصل النادي والفرقه مش بس فازت البطوله ولكن باداء قوي، وفريق بقى اقوى فريق في مصر بلعيبة كان للأسف المسؤولين عنهم كانوا هيضيعوهم وقالوا عليهم عهاد. أنا طبعا ما بعترفش إن في رموز، يمكن أنا بختلف في الحاجة دي مع بعض ناس منكم، يعني إن ما فيش رموز في نادي الزمالك، لأن الرمز لها معنى واحد فقط، الرمز هو اللي يقف في ظهر ناديه في الشدة، اللي يفضل طول عمره في ظهر ناديه، كل نجوم الزمالك، كل نجوم الزمالك بلا استثناء استفادوا وهم بيلعبوا، استفادوا من بعد ما بيلعبوا، واستفادوا لغايه النهارده. اللي لعب فيهم استفاد وهو بيلعب، واللي خلص واعتزل واشتغل مدرب استفاد
من نادي الزمالك، من اسم نادي الزمالك رغم فشل كل المدربين، واللي ساب التدريب ولجأ وبقى مذيع، يعني ما اعرفش منين نزل بباراشوت وبقى اعلامي، واعلامي فاشل بيستفيد دولارات والاف وملايين الدولارات من اسم نادي الزمالك لغايه اليوم بيستفيدوا. فادوا ايه بنادي الزمالك؟ الرمز هو اللي يفيد نادي، هو جوه وهو بره، ولكن اللعيبه ذنبها ايه اللي قدام دول؟ ما هم شايفين المسؤولين عن النادي نفسهم، ما فيش رمز فيهم. من يوم انا مواعيد على الكوره في نادي الزمالك ما فيش رمز، ما فيش رئيس نادي رمز، ما فيش عضو مجلس اداره رمز. الرمز مش هو اللي يبني لي، حط لي شمسيه وكرسي ويبني لي مبنى غصب عنه وهو بفلوسه ولا من جيبه؟ ما هو من جيب اعضاء النادي ولازم يتعمل لهم الشغل ده، ولو ما اتعملش هو اللي يبقى غلط. الرمز هو اللي يبقى يساعد نادي الزمالك وهو على الكرسي وهو بره الكرسي. وحضراتكم قولوا لي واحد بس رئيس نادي من ايام، اي واحد فيكم يفتكر كوره يعتبر رمز من مسؤولي نادي الزمالك سواء عضو مجلس اداره او رئيس نادي او خلافه؟ قولوا لي واحد منهم خرج من النادي وكان بيساعد النادي. ده بالعكس جوه النادي وما بيساعدوش النادي، قاعدين على الكرسي وما بيساعدوش النادي، انما مجرد يخرجوا ولا حتى بيسالوا في النادي. حتى الرئيس الحالي لما كان متجمد عمل ايه للنادي؟ وللاسف كمان مش بس كده ما بيعملوش حاجه، ده بيتمنوا فشل اللي قاعد على الكرسي. فما فيش رمز، واللعيبه اللي قدام دول لما يلاقوا المسؤولين عن النادي نفسهم ما فيش واحد فيهم رمز، هو هيبقى رمز ازاي؟ هيتعلم من مين؟ فما فيش رموز، انما في نجوم بذلوا مجهود في نادي الزمالك لازم نحترمهم، مش نطلع نشتمهم عشان بيقولوا رأي مخالف لا قالوا صاحب السعادة هو الإنجاز وهو سبب الإنجاز، هو وابنه ولا هو مش عارف مين، ومجدوا فيهم يبقى وحشين. لا، الناس بتقول الحقيقة. أنت ما تقدرش تمد إيدك ولا تقول كلمة للمدرب، ولا أنت ولا ابنك ولا أي حد، ولا أي حد عضو في مجلس الإدارة. زي ده انا عايز اسال، فين مجلس الاداره؟ امبارح التتويج بالبطوله ما شفناش اعضاء مجلس الاداره، اعضاء مجلس الاداره دول بيعملوا ايه؟ يعني لازمتهم ايه؟ حتى في الاحتفاليه مش موجودين. وبعدين دي احتفاليه، ده عار علينا ان احنا نستلم الدرع بالشكل ده. حضراتكم شفتوا كلكم كاس الرابطه ولا الخيابه دي، وكان التنظيم شكله ايه؟ الضيوف كان شكل فين يا حضرات، فين يا سيادة رئيس نادي الزمالك؟ الضيوف اللي عزمتهم حضرتك، رؤساء الأندية والمسؤولين وبن شرقي على ونجم، على فين الناس دي؟ الأكاذيب ملهاش لازمة، ما تقدرش تعمل حاجة ما تقولهاش. قول لي فين مسؤول حضر تتويج الزمالك؟ فين الوزير؟ الوزير حضر كأس الرابطة. للأسف محدش يلوم على الوزير ومحدش يلوم على رؤساء الانديه، نلوم على ادارتنا اللي بتسب في الناس دي، ادارتنا اللي بتبعد الناس دي عننا، ادارتنا اللي بتكره الناس دي فينا. ده منظر اكبر بطوله في الدوله، ده منظر التتويج، ده منظر الاحتفال، لانه مصمم يعمله من غير تجهيز، مصمم يعمله عشان يلحق يطلع ويظهر، انما دي محتاجه تجهيز، وكان الشركه الراعيه اكيد هتجهز لها في يوم بعد في نهايه الدوري افضل من كده. لا خلصوا، انا عايز استلم الدرع دلوقتي. وضيوف كل رؤساء الانديه ولا حد سال فينا، مش عشان الزمالك ملوش قيمه، لا عشان احنا بنهاجم الناس دي كلها. لما حضرتك تقف وتقول وتطلع في التلفزيون تقول يا علام انت فاكر نفسك رئيس اتحاد كرة؟ كان قاعد جنبك مش عايز يبص في وشك، كان واقف جنبك ومديك ظهره. يحتفلوا بيك ازاي؟ يحتفلوا معاك ازاي وانت بتهاجم الجميع؟ كرهتوا فينا الناس كلها، كرهتوا الناس في النادي. الناس ما بتكرهش نادي الزمالك، انما بتكره تحضر جنب اي حد مسؤول في نادي الزمالك. ده منظر احتفاليه،
انا لو كنت انا رئيس للنادي ده وما حضرش اكبر مسؤولين في الدوله، انا كنت ولا واحد، ولا انا نزلت استلم الدرع، وكنت خليت لاعب من لاعبي نادي الزمالك حتى مش الكابتن شيكابالا يستلم الدرع وعلى النادي، وفي النادي نعمل احتفاليه. ده منظر ثلاث انفار واقفين على المنصه، واثنين منهم مدين ظهرهم لرئيس النادي. ده عار، جبت لنا العار. ولا نلوم الناس دي. لو عندكم حضراتكم اللي بتسمعوني فير وحقانيين، مش هم المسؤولين، مش هم اللي نرمي عليهم اللوم. نرمي اللوم على اللي بيطفشهم مننا، نرمي اللوم على اللي بيهاجم وما بيستعملش حقه الشرعي رسمي بخطابات رسمية بالأدب. احنا غيرنا بياخد حقه، واللي مش من حقه لأنه ما بيطلعش يشتمهم، ممكن يطلع يهاجمهم من غير ما يشتمهم. يعني ايه يا علام انت فاكر نفسك غصب عنك وعني هو رئيس اتحاد الكوره، مش بمزاجك ولا بمزاجي، وهيفضل غصب عنك وعني رئيس اتحاد الكوره، وعايز بعد كده يبص في وشك او يسلم عليك او يديك وش او يبقى مبتسم وهو واقف جنبك وبتشده جنبك عشان تقربه منك وهو واقف بعيد عنك. منظر مسيء للاسف. كان نفسي يكون الاحتفال افضل من كده، كان نفسي يكون التنظيم افضل من كده، انما التسرع والعنجهيه والمنظره وعلى وشه وعايزين نظهر بسرعه، ويجي الدرع يستلمه وشيكابالا يقول له استلمه، وبعدين هو انا باخده لانه عارف ان هو عايز يشيله، وبعد كده مش عايز يسيبه من ايده ويندهبني يقول له تعالى شد انت كمان. هي ايه؟ هي تورته، كل واحد عايز ياخد حته. اللعيبه هي اللي تشيل الدرع، مش من حقك انت تشيل حاجه، ولا انت ولا غيرك. اللي تعب دول اللي يشيلوه، الكوتش اللي حوط عليهم، الكوتش اللي وداهم يشجعوا الجمهور ويعتذروا الجمهور وهم مهزومين وعمرها ما حصلت في الرياضه المصريه. اليوم ده كان نقطه التحول في مسيره الفريق. اليوم ده اللي نتج عنه عدم هزيمه الفريق في اي مباراه، مش حضرتك بسببك للعيبه وهجومك عليهم، ومش هجدد لا إله ولا بن شرقي ولا ده ولا ده. انت ما قدرتش تجدد، حتى اللي جالك ووافق حازم امام لغايه دلوقتي ما جددتلوش. ده اللي جاي جددت وعملت لعيبه وجابت جزيري وجددت للعيبه خمس ست لعيبه، حضراتكم ما عملتوش حاجه. ودينا خلص الدوري، ولولا ال 16 صفقه اللي انتوا اتفقتوا عليها ومضيتوها. كل يوم يقولوا على صفقة، تاني يوم تلاقي نادي تاني فتح. فين التهنئة والتحية للاعيبة نادي الزمالك ال 30 لاعب ولا 35 لاعب لو في حد من الناشئين؟ انا نسيت، نسيت انا نديم حارس الناشئ، والتاني سيد عطية الحمد لله ما نسيتهمش، ولاعيبه تانية طلعت طبعا بس ما لعبتش واشتركت في التدريبات. كل دول لهم التهنئه، كل دول لهم التهنئه. البروفيسور له التهنئه، وجميع اعضاء الجهاز الفني، الجهاز الطبي بفضل الدكتور، هم دول يستاهلوا التهنئه. حضراتكم اللي وقفتوا ظهر اللعيبه انتوا بتستاهلوا التهنئه. اللي هاجموا اللعيبه ما يستاهلوش، اللي وقفوا مع الاداره ضد اللعيبه ما يستاهلوش. لا ما اقدرش اوجه لهم التهنئه، ما اقدرش اشكرهم، اشكرهم على ايه؟ ده لولا الكوتش كان الفريق بينافس مع الجونه ومع ايستن كومباني والناس دي. الحمد لله، عسى ان تكرهوا شيئا وغفر لكم. كنا خايفين من وقف القيد، جاب نتيجه في سنتين موسمين واحنا بدون وقف القيد، خدنا بطولتين، بطوله الدوري في سنتين متتاليتين مع وقف القيد. الموسمين دول غيرنا اشترى لعيبه بمليار، والدعايه مش عارف بيرستاو وغيره، دول لعيبه هيغيروا مسار النادي، والنادي هيحصل على كل البطولات، والنهارده بيسيبوهم ببلاش وما قدروش يكسبوا ولا بطوله. السنه دي 20 21 22 ولا بطوله، لا بطوله افريقيا ولا بطوله الدوري ولا بطوله الكاس ولا اي حاجه.
ولا مستوى. ورجالتنا الأبطال بوقت قيد ومفيش احتياطي في بعض الأحيان بعد الإيقافات والإصابات وبتاع، والمدرب اضطر يلعب لعيبة بغير مراكزها وفازوا بالبطولتين اللي كانوا قابلين وموجودين في العام الموسم الحالي. إن شاء الله يفوزوا بالكأس ويبقى ضغط لمدة موسمين ورا بعض. نرجو الإدارة بقى تشتغل شوية ونشوف فعلا في صفقات، ونشوف فعلا في ناس. الصفقتين اللي بقول لك انتهوا ولا الثلاثة كلهم لعيبة حرة ما دفعوش مليم فيهم. إذا كنا هنفضل ندور على اللعيبة الحرة ونتعاقد معاها بس يبقى ما فيش فايدة. ده بالحظ بقى لو مشوا معانا، لأن ما لو كان في الخير ما كانش رماد طير يعني. إنما يمكن تضرب بالحظ، لأن ما فيش لعيب بيلعب في أوروبا وهيجي يلعب عندنا إلا لو ما لقاش حد. مش كده ولا إيه؟ فإحنا إن شاء الله زي ما قلت إن أنا لا أعتقد ولا أصدق إن في رموز لنادي الزمالك، لا إداريين ولا لا لعيبة ولا مسؤولين إداريين. مفيش رموز لنادي الزمالك، واللي عنده رمز وعمل إنجاز وهو خارج النادي قولوا لي اسمه. يمكن أنا ما كنتش حضرت وما شفتهوش، إنما لازم تتأكدوا إن نادي الزمالك بأبطاله برجالته اللي بيعرقوا مش اللي قاعدين في المكيفات. نادي الزمالك بيخدم النادي وهو بره مش هو جوه، و90% منهم او 99% منهم بيبقوا جوه وما بيخدموش، فما بالك لما بيطلعوا بره. ما حدش منهم، ده بالعكس زي ما قلت بيتمنوا فشل اللي قاعد على الكرسي عشان هم ينطوا في الباراشوت. والا لو كان نجوم الزمالك دي كلها والرؤساء القدام والاداريين القدام ومجالس الادارات القديمه، لو كان مجلس اداره نادي الزمالك ده اتحل 10 مرات، لو كان الناس دي بتحب نادي الزمالك ما بتحبش الكرسي، كان اول يوم واول مره يتحل فيها المجلس الجهه الاداريه دي ما تلاقيش حد يقعد ويوافق انه ينط ويقعد بدل اللي اتشاف. كانوا يعترضوا ومحدش يقبل، ما كانوش يقدروا يجيبوا حد من خارج النادي يدير النادي. ما كانش هيتوقف النادي، ما كانش هيتحل النادي، ما كانش وصلنا لعشر مرات حل لمجالس الإدارة. إنما كان كل هدفهم إن يتحل المجلس عشان ينطوا كلهم ويقعدوا على الكرسي، ويا ريتهم بيفيدوا، ويا ريتهم لما بيكونوا بره النادي بيفيدوا النادي. هم دول الرموز، للأسف الرموز موجودين في النادي الأهلي مش في نادي الزمالك.